حلقة جديدة من بلادي أنا من داخل سعد قشرة تحديدا سوق سعد قشرة. حبابكم عشرة حلقة جديدة موضوع جديد قصة جديدة على امتداد الحياة بشكل سوق جزء كبير من حياة الناس الأسواق. الشعب الخرطوم سوق ليبيا طبعا الخطير سوق الدرمان ونلقى أيضا الجمال هنا على سوق سعد قشرة شارع المعونة بحري عشرينات العام الماضي سعد محمد صالح اليماني قصته كان بيجيب من اليمن الشقيقة كان بيجيب قشرة البن ودي برضو واحدة من تسميات سعد قشرة. الأسواق نفسها شكلت ذوق رقي تعامل مستوى عالي من التعامل بين الناس وبين الشاري وبين الشاري والبايع استحلى رمزية عالية للأسواق في التعامل معها في القوى الشرائية موجودة داخل السوق في الأعياد في احتفال كبير جدا في الأسواق في ترخيص في مجاملات في ظرافة في أسعار فيها إنسانية ذاته على مستوى الشراء. على من رمضان حيجي العيد وحيكون فرحة أطفال حيكون أطفال أهلهم كلهم موجودين داخل الأسواق بنتمنى من التجار منتهى التعامل مستوى يعني عالي من التعامل ومستوى تخفيضي في الأسعار. على امتداد السوق يشكل الزبون حاجة مهمة اللي هو الجمهور ذاته تفاعل بينه وبين البايع. التاجر شجر سوق اقتصادي بحاله في السودان لأنه زي ما حكيت عن التجارة الأولية اللي هي الياباني اللي جاء السودان من اليمن الشقيقة وشكل قشرة البن بعدك سموا سعد قشرة ذاته باسمه وراه حكاية يعني بتلقوه على مستوى شارع المعونة. في الأسواق في كل الأشياء اللي أنت بتحتاج لها اللي هو كل ما يحتاجه الإنسان في حياته علشان بيلقاه في السوق. اللي احنا جزء من موضوعنا الكبير الذهابة. الذهب راحة نفسية ضد الاكتئاب عشق قديم بينه وبين المرأة السودانية ومحبة وافتخار به. نسوان لما يقول لك والله شتا ذهبي بيعيو ذاته عنده رحلة أبو حمد العبيدية مشوار لذهب ثروة قومية كاملة للثروة السودانية اللي هو الذهب. الزبون المرأة شكلت جمال بذهب ذاته زيادة هو عشق صداقي وأبدي وموجود في حياته من قديم الأزمان على مستوى السوق وعلى مستوى التعامل أو مستوى الزبون. الذهب ذاته ثروة يقول لك والله أنا خطيت ذهبي ده كله للحوجة وللأيام. الذهب الأبيض بينفع الأسود بينفع في اليوم أو الذهب بينفع في اليوم الأسود. إذا في أيام بتجي للناس بيستعملوه كحوجة بيستعملوه مخزون اشتروا منه الناس بيت قدروا يقدموا منه حياتهم ومنفعية ثانية للحياة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. مرحب بكم في ناس قناة النيل الأزرق. مرحب بكم في محلكم العامر بكم ريهام القناة المحبوبة لدى الجميع بتخش في أي زول سوداني في قلب أي زول سوداني. مرحب بكم إن شاء الله يا أخي نعمل مادة تليق بالشعب السوداني بأسرة مجوهرات ريهام. نحن بنقول زباين لأنه هم يعني أكثر من زباين أسرة فمرحب بكم والله. نحن الحمد لله بداياتنا نحن يعني بدينا عن طريق الصدفة ما إنه ورثناه وراثة فالحمد لله إنه الصدفة لعبت دور وربنا وفقنا يعني التوفيق ده جاي من شنو؟ جاي من إن إحنا الحمد لله تميزنا بحاجات يعني حاجات خاصة بينا نحن وفي حاجات برضه شنو اكتسبناها من زبايننا اللي هي نحن يعني بندخل من زوج زبوننا من زوج كده لكده بنقوم شنو الحاجات دي كلها بنعمل كوكتيل بنطلع بيها حاجة شنو؟ يعني حاجة بنطلعها للزبون فالحمد لله بيلقوا فيها كل الرضا وكل التقدير وكل الحاجات الجميلة يعني. والله طبعا التعامل مع الزبون هو يعني تعامل صعب صعب في شنو انك انت لازم تكون قدر المسؤولية بتاعت انك يعني فت في مجوهرات ريهام لانه ده محل باعتباره كيان وبعدين احنا يعني في تعاملنا هنا كل الاصطاف معانا لازم نتعامل تعامل واحد. مشاكلنا وحاجاتنا الخاصة بنا دي إذا كانت في البيت أو في الشارع برا ما بنجي خاشين بها المحل لما نجي للمحل بنجي إنه شنو نحن بس بنتعامل أو بنكون شنو مركزين بس مع زبوننا لأنه الزبون يعني داير يجي يشتري داير يلقى شنو وشي ويزول يعني ببشاشة ومبتسم وبالحاجات دي طبعا. فالحمد لله إنه يعني قدرنا إنه حاجاتنا وكلها شنو نخليها في بيتنا ونجي للشغل نحن ناس شغل فما دلنا ندخل الزبون في همومنا في حاجاتنا. طبعا التعامل هو مجال نسائي اكثر شديد وفي التعامل ذاته مع النساء دي زايته يعني قدر ما اهتميت بال يعني في تعاملك مع الناس فبتلقى قبول وبتلقى رضا من كل الناس فالحمد لله ربنا يوفقنا ويوفق الجميل وكل زملائنا ان شاء الله. طبعا والله نحن يعني في ناس بيتعاملوا معنا لهم بالسنين يعني ممكن يكون
يعني عمر زول. فما بنقول نحن بنتعامل مع الشخص ده بس انه يشتري حاجته ويمشي خلاص لزول زبون، لا، نحن بنعامل معامله زول بتاع اخوه، يعني حتى لو نقصت حاجه ممكن بيته ما بنعرفه، يعني ممكن يشيل حاجته ويقضي غرضه ويمشي. فالحمد لله يعني ربنا وفقنا وسهلنا، والحمد لله يعني اي زول بنتعامل معاه ما يتخذلنا فيه. ليه؟ لانه بنتعامل بنيه طيبه جدا جدا. الذهب لازم يعني، او يعني انت عشان تكون في السوق وتكون مميز فلا بد انك تكون مواكب. فالمواكب تتطلب شنو؟ انت لازم تكون مع الاحداث، تمام؟ فيعني زمانك يعني قدر ما يكون في حدث حاصل في العالم او في كده، انت بتطلع حاجه بتقول لنا يا اخي بتسمي شنو؟ انه يا اخي الحاجه دي والله يا اخي يعني حسب الحدث اللي بيكون يعني كده ظاهر. فالان طبعا شغل الجنيه، الشغل ده طبعا من بدري جدا جدا، الجنيه ده يعني حبوباتنا أماتنا لابسينه، والجنيه ده طبعا يعني ما عنده كبير ولا عنده صغير. فهسه حاليا الجنيه طلع انه شنو في اي عمر يلبسه، اللي هو دخلنا فيه يعني ممكن اقول لك ابسط حاجه اللي هو دخلنا يعني هسه عندك الجنيه هنا معاه سوميتا اللي هو دي شكل سوميتا، فمعاه شنو شكل قصيص، فامتزجوا مع بعض طلعوا لنا الطقم ده في حاجه في قمه الرعاه. ونحن برضو عشان نعمل الحاجه دي يعني ما اخذنا راينا برانا، يعني قبل ما نعمل الحاجه دي قمنا استشرنا ناسنا وزبايننا واحبابنا كلهم، فطلعنا ما شاء الله خلطه جميله جدا جدا. فتاني من ضمن الحياه هسه حاليا طالع جديد شغل السوميد. طبعا شغل السوميد ده يعني الشغل اللي احنا طلعناه من 2019 اللي هو زمان السوميد بس بيكون مثلا جاي عقد بتاع سوميد، فنحن قمنا دخلنا فيه افكارنا، احنا ناس مجوهرات رهام، دخلنا فيه افكارنا بتاعتنا شنو يعني لازم السوميد ده يكون بشغل حديث. ليه؟ لانه عشان اي عمر يلبسه. فدخلنا فيه الجنيه، وبعد الجنيه دخلنا فيه الصفقه، فعين لما دخلنا فيه الصفقه يعني حاجه طلعت جميله شديد جدا جدا، فلقت الحمد لله قبول من كل الزباين فالحمد لله ربنا برضو وفقنا فيها واشتغلنا فيها شغل جميل جدا جدا. فبرضو من الحاجات الجديدة اللي هي الشركة العالمية بتاعت البريزاتش اللي هو عندنا منها غوايش ده شكل، وده برضو شكل برضو من بريزاتش. تاني من برضو من الشغل اللي هو يعني مرتبط بشغل أماتنا وحبوباتنا، الخاتم بتاع البوبار اللي هو ده، ده الخاتم اصلا حق حبوباتنا الزمان، فنحن قمنا استحدثناه اللي هو اشتغلنا شنو؟ اشتغلنا الحاجات زي دي يعني دي برضه ممكن شنو؟ يعني البنات الشباب بيلبسوا شنو عاد الخاتم زي دي. دي منه اللي هو منه الوان بطريقه شنو مختلفه، هنا عندك الحجر بتاعه جاي مربع والوانه، والخاتم ده برضه من الحاجات الجديده. برضو طبعا زمانك أماتنا عندهم حاجة اسمها احفظ مالك بيلبسوها، فكان شنو بس بيلبسوها الناس الكبار، لكن هسه حاليا احنا قمنا شنو عشان برضو ما نحرم يعني اي جيل او اي سن، فقمنا اشتغلنا احفظ مالك اللي هو للشباب اعمار 20 كده، فقمنا اشتغلنا لهم شنو حاجة احفظ مالك دخلنا فيها اللازردي مفصلة بطريقة جميلة جدا جدا، ممكن يعني الواحدة تلبسها، وهسه حاليا عليها قبول شديد. وبرضو من الحاجات الجديدة اللي هو شغل التايجر، طبعا دي غويشة حاجات جديدة، ده الخاتم بتاعها. طبعا الغويشة دي عندنا معاها يعني طرفة جميلة جدا جدا، ففي واحدة من زبائننا جات طبعا شافتها ولبستها فقالت لها يا حمدني يا اخي والله العظيم الغويشة دي يعني عجباني لكن ما عندي قروش اعمل شنو؟ فقلت لها والله يا اخي ان شاء الله ربنا يعني يكرمك وتيجي تشتريها. قالت لي خلاص يا اخي انت بيع لي الخاتم انا اقوم اشيله في البيت واربيه في البيت واكبره عشان البس شنو غويش يبقى لي قدر دي كده. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا اشتغلناها اشتغلنا الطقم ده طبعا شنو ده يعني ده شغلنا ما اشتغلناه في السودان هنا، لكن الفكره بتاعتنا اللي هو قمنا دخلنا فيها شغل الحجار بالاحمر، فبرضو يعني لاقي قبول الحمد لله واستحسان. طبعا الطقم بتاع السوميد هو زي ما ذكرنا انه هو اصلا يعني الطقم السوميد ده من بدري جدا جدا، ولبسوه وبدا يعني في سنين كده انه شنو اختفى تماما. فظهر الطقم ده ظهر 2019 اللي هو شنو ظهر عن طريق ناس مجوهرات ريهام، وظهر عن طريق زول اخد عزيز علينا شديد
تمام. كان لها دور كبير جدا جدا انه شنو تصهر السوميته اللي هي الاخت كادي علي. فهي طبعا مقيمه في امريكا ومن هنا احنا يا اخي يعني بنرسلات حيان وبنرسل كل زبائننا في ارض المهجر ان شاء الله يا اخي ربنا يرد غربتهم. فبرضه نحن يعني حريصين انه حاجتنا ذاتها تصل لهم هناك، تصل لهم في اي زول في اي مكانه. فهي زول اتصل عليها تليفون قالت لي معي انا والله عندي مؤتمر، وهي دائما بتحب تشتركنا في رايه ان انا عندي مؤتمر والمؤتمر ده في امريكا ولابسه له توب، فدايركم يا دايرينكم يا اخي تقوموا شنو من حياه الذهب تدوني حاجه. فقمنا قلنا لا يا اخي نحن حنقوم نديك شنو، حنديك احفظ مالك اللي هي شنو، طبعا الاحفظ مالك مرتبطه بالجنيه اللي هي طبعا جنيه، وحنديك شنو نشتغل لك شغل بتاع سوميت، لكن شغل شنو خاص بينا نحن يعني خاص بمجوهرات ريهام. فالحمد لله اشتغلناهم ليها ولبستهم والمؤتمر طلع جميل جدا، ومن اللحظه ديك يعني السوميته طلعت، لكن كان ليها دور كبير جدا جدا بانه شنو تصهر السوميته. فمن هنا احنا بنرسلها تحيانا ونقول لها يا اخي كل سنه وانت طيبه ومزيدا من التفوق والازدهار يا استاذه كادر.